اهلا كابتن كاسو. حبيبي يا كابتن اسامه، عامل ايه؟ وحشني كتير. ربنا يخليك يا حبيبي. حبيبي يا كابتن، كل سنه وانت طيب يا كابتن. طيب اخبارك ايه؟ والله الحمد لله تمام بخير. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ ما شاء الله جوها جميل. انتوا منورين الدنيا كلها والله العظيم. ربنا يخليك. اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله تمام، ربنا يخليك. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله ربنا يخليك. منور الدنيا كلها. منوره بيك. ربنا يخليك يا كابتن. اسكندريه من احلى البلاد في العالم. هي مصر كلها من احسن البلاد في العالم يعني، بس اسكندريه لها طبع خاص عشان يمكن الجو البحر. والنهارده يوم كان يوم جميل كمان طبعا، موجودكم النهارده معانا. لكن النهارده يعني تبقى الشمس جميله وطالعه كده، فيوم جميل النهارده. كابتن احمد الكاس حياته كلها هنا في اسكندريه، النشأة والولاده اتولدت في اسكندريه. لا انا اتولدت في اسكندريه بس انا من جذور نوبيه. نوبيه بس انا قصدي انت اتولدت هنا في اسكندريه، العيله واصلها من النوبه. من النوبه بس اتولدت هنا في اسكندريه. بتتكلم نوبي كويس؟ بتكلم نوبي وبفهم نوبي كويس قوي. بتكلم بسيط. طب لكن... تقول لنا نوبي كده. يعني يعني مش عارف اقول ايه. يعني مثلا مسكجنا يعني ازيك. ازيك يعني بتقول له مسكجنا اهلا وسهلا بيك. ايك كدولي يعني انا بحبك. بالنوبي. بالنوبي طب نعمل حوار معاك بالنوبي ولا ايوه. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ازيك اخباركم ايه؟ السلام عليكم. ازيك اسامه؟ طيبين. ازيك اخباركم ايه؟ ازيك حبيبي؟ ازيك؟ ربنا يخليك. ازيك ايام كاس العالم؟ طبعا انتوا نجم بتاعنا. طبعا ربنا يخليك. كلنا كنا بنستمتع بيه. الله يكرمك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. شكرا حبيبي. ربنا يخليك. شكرا شكرا شكرا. النشأة هنا في. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم. النشأة هنا في اسكندريه والاصول النوبيه. انا اتولدت. بديت الكوره فين بقى هنا كده؟ انا لا في محرم بيه، حي محرم بيه. كنت بلعب كره شراب. طب زي اي حد ما بيلعب كره شراب، بس يمكن الشراب دلوقتي مش قلت انقرضت خلاص. يعني بقى في مراكز الشباب والكلام ده كله. بقى الكره يعني اتولدت في محرم بيه ولعبت كره في محرم بيه. والدي كان الله يرحمه كان عضو في النادي الاولمبي. ده من مؤسس النادي الاولمبي. يعني من عضويات النادي الاولمبي. هو الحمد لله رب العالمين، حتى رقم عضويته 84. انا فاكرها مش ناسيها. يعني من اول الناس اللي كانت موجوده في النادي. فانا دايما كنت بلعب في الشارع، فوالدي كان رافض حته ان انا العب في الشارع. فقال لي لا راح واخدني في النادي. فدايما كان بياخدني في النادي هناك، وكنت بتفرج على الفريق الاول. يعني كنت بقعد على على الـ على الدكه البودله كده، وهما بيتمرنوا فريق اول، وهما بيجروا بقى بربع ساعه اخد كره اقعد العب. فشافني الكابتن فتحي النحاس الله يرحمه، ما كل شويه بلعب. فقال لي لا لازم انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت له انا جاي مع بابا هنا. قال له مين باباك؟ قلت له حاج عبده. فبعت لبابا قال له لا ابنك ده يجي يدخل مدرسه الكوره عندنا. ففعلا دخلت مدرسه الكوره، وكان وقتها الله يرحمه كابتن الشرني كان ماسك مدرسه الكوره وكان ماسك في الفريق الاول. فكانت المهمه بقت سهله شويه. الحمد لله يعني. طب منين جت كاس؟